حبيبي انا ماشيه، خالتك اتصلت بيا وتعبانه قوي ولازم اروح لها. هتسيبيني يا ماما في وقت زي ده بالليل؟ الساعه 8 بالليل اخاف اقعد لوحدي. طب تيجي يا حبيبي معايا، يلا قوم البس بسرعه وتعالى. لا يا ماما مش قادر اقوم البس. طب خلاص روحي وتعالي بسرعه. طيب يا حبيبي هطمن على خالتك وجايه بسرعه. ماشي يا ماما مستنيكي. انا جاتلي فكره حلوه قوي، اما اتصل بكل اصحابي واعمل لهم حفله كبيره ونقعد نرقص كلنا في الحفله وكده، او كده ماما مش هتعرف. الو ازيك يا ميزو؟ بلغ خوخه وسماره واحمد ييجوا، انا ماما مش موجوده، تعالوا عامل حفله كبيره وكلنا هنرقص سوا. اه بجد؟ يلا تعالوا بقى مستنيكوا. شكرا يا اصحابي ان انتوا جيتوا. شكرا يا صاحبي، انا متحمسه قوي، يلا نبدا الحفله، يلا بينا نرقص. يلا انا لابس طقم حلو علشان ارقص، وانا كمان. يلا بينا يا اصحابي نبدا الحفله. احلى حفله دي يا صاحبي حضرتها، شكرا يا صاحبتي. يلا نرقص، يلا بينا. الله حفله حلوه خالص، يا رب مامتك تتاخر. لا يا رب مامتك ما تجيش النهارده ونقعد نرقص. شكرا يا اختي ان انت جيتي اطمنتي عليا. عفوا يا حبيبتي، لا شكر على واجب. طيب يا حبيبتي الحقي روحي البيت عشان ميزو قاعد لوحده. طيب يا حبيبتي خلاص هروح واجيلك بكره الصبح، انا عملتلك بقى غدا لبكره وفطار وعشا، كلي كويس واديتك الدواء. شكرا قوي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، انا بقى هروح عشان الحق ميزو عشان تلاقيه خايف يا عيني ومش عارف ينام من غيري. ماشي يا حبيبتي، باي باي، سلمي لي على ميزو قوي. ماشي يا قلبي، يوصل. باي باي يا حبيبتي، شكرا. الله حفلة ما حصلتش، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انا مش عارف انام، انا جاركو في الخيمة دي وجايلكو منها ومش عارف انام خالص. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه الصوت ده؟ مين اللي مسؤول على البيت ده؟ ايوه انا اللي مسؤول عن البيت، عايز ايه حضرتك؟ انا مش عارف انام حضرتك، اعمل لك ايه يعني؟ وطي صوت الموسيقى دي، في حد يعمل حفلة بالليل؟ اه انا عامل حفلة بالليل، عايز ايه؟ انت كمان بتزعق لي؟ طيب انا هبلغ الشرطة حالا تيجي تاخدك انت واصحابك دول. ها 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 ها، اعمل اللي انت عايزه. انت فين مامتك؟ انا اصلا اعمل زي ما انا عايز، ده بيتي واعمل اللي انت عايزه. ايوه بس مش بالليل، احنا مش عارفين ننام، لا انا ولا حد من الجيران. طيب انا هبلغ الشرطة عليك. ايه وقفتوا رقص ليه يا صحابي؟ انا خايفة لا يبلغ الشرطة علينا فعلا. لا لا ارقصوا، ده راجل كبير ولا يهمكوا، مش هيبلغ الشرطة ولا حاجة. طيب يلا نكمل رقص، يلا. لا 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 لا. الو الو، اي شرطه؟ انا مش عارف انام، جنبي ابن الجيران هنا مولع اغاني وعامل حفله دلوقتي والساعه 10. ايوه بقاله ساعتين عامل حفله وانا مش عارف انام، لا انا ولا الجيران. هتيجوا دلوقتي؟ طيب مستنيكوا. لا 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 لا. ويوا 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 ويوا، انا جيت للاطفال الاشقية. ايه عاملين دوشة ليه بقى؟ ايه الدوشة دي؟ كل ده صوت الساعة 10 بالليل؟ انا اسف يا شرطية، انا اسف. انت بقى انت سبب الدوشة دي وسبب الحفلة دي؟ انا اسف يا شرطية. بيت مين ده؟ ايوه ده بيتي. طيب اتفضلوا انتوا امشوا وسيبهولي بقى علشان هدخله السجن. لا والنبي يا شرطية ما تدخلنيش السجن، كل الجيران مش عارفين يناموا منك، خلاص الموضوع انتهى وجم حذروك وانت ما سمعتش كلامه ولازم تدخل السجن حالا. لا خلاص يا شرطية ارجوكي، خلاص مش هعمل موسيقى تاني ومش هعمل حفلات تاني وهسمع الكلام، مفيش حاجة من الحاجات دي. يلا روحوا انتوا يا اطفال. طيب احنا مروحين، احنا اسفين يا ميزو. يلا انت امشي كمان انت يا ولد. لا انا مش عايزة اسيب صاحبي لوحده، هو كان عايز يفرحنا انا اسيبه لوحده؟ جدع يا صاحبي، لو ما مشيتش هسجنك معاه. طيب انا اسف يا صاحبي، اصل كده هنتسجن سوا، انا اسف. سلام يا صاحبي. اهو كلهم سابوك اللي انت عامل لهم حفلة.
اتفضل يلا معايا يلا، عشان انا خلاص هدخلك السجن، هتقعد فيه كذا يوم. لا خلاص يا شرطية انا اسف، ارجوكي ما تعاقبنيش، لازم اعاقبك. يلا اتفضل معايا تعالى. يلا قدامي نجرع على السجن. خلاص يا شرطية انا اسف، انا جيت اهو يا حبيبي. ايه ده شرطية، في حاجة؟ في حرامي كان هيخطفك ولا ايه يا ميزو؟ لا يا حبيبتي ده مش حرامي، ده ابنك عامل مليون مصيبة، قاعد عامل حفلة دلوقتي هو واصحابه، كل الجيران مش عارفين يناموا. ابني انا؟ طب فين صحابه؟ هما هو قاعد لوحده، ما انا مشيت صحابه حضرتك ودلوقتي لازم اخده على السجن. لا ابني حبيبي، لا لا يا حبيبي، لا يا ابني. اتفضلي يلا ابعدي من وشي، ولازم اخد ابنك على السجن. خلاص خلاص مش هيعمل كده تاني. طيب في شرط، بشرط انه ما يدخلش السجن، يروح يعتذر لكل الجيران وما يعملش كده تاني. اكيد اكيد هيعمل كده. طيب تعالى تعالى معايا عشان نعتذر لكل الجيران عشان ما يدخلكش السجن. الحقيني يا ماما، ما تخليهمش يدخلوني السجن، ما تخليهمش ياخدوني في شرطة الاطفال يا ماما. حاضر يا حبيبي هحاول انقذك. دلوقتي هما جايين يعتذروا لك وبيقولوا ان هما مش هيعمل كده تاني، هتسامحهم ولا اخده على السجن؟ لا مش مسامحه، عشان قعد يزعق ومرضاش يطفي الاغاني. ارجوك سامحه، ارجوك ارجوك، انا مش عايزه ابني يقضي ليله في السجن، ارجوك ومش هيعمل كده تاني، وانا هعاقبه في البيت. طيب خلاص هسامحه عشان خاطر مامته اللي قاعده تعيط دي، بس اوعى تعمل كده تاني يا ميزو، لو عملت كده تاني هاخدك على شرطه الاطفال وعاقبك جامد. انا اسف يا شرطيه، انا اسف يا عمو، انا مش هعمل اي حفله بالليل ومش هعمل صوت بالليل، واسيبكم تناموا براحتكم، انا اسف. اتفضل تعالى قدامي عشان هعاقبك كده، انا مش هروح لخالتك وتجيب صحابك وتعمل حفلة، اتفضل قدامي. انا اسف يا ماما، انا اسف. ايه اللي عملته ده يا ميزو؟ انا اسف يا ماما، مش هعمل كده تاني. انت متعاقب، مش هوديك اي ملاهي ومش هديك مصروف لمدة اسبوع. خلاص يا ماما انا اسف، ارجوكي. لا خلاص انا قلت هتتعاقب يعني هتتعاقب، يعني انا اروح لخالتك انت تروح تجيب اصحابك وتعمل حفلة؟ خلاص يا ماما صدقيني مش هعمل كده تاني. يلا اتفضل خش نام، انت ولد مش مؤدب. انا اسف يا ماما، خلاص يا ماما انا اسف. واسف دي كانت هتعمل ايه لو كنت بقيت في السجن دلوقتي وشرطة الاطفال خدتك وعاقبتك جامد؟ خلاص يا ماما انا اسف، انا اسف، عمري ما هعمل كده تاني، عمري ما هعمل كده تاني.